إنه لفخر لنا اليوم أن نجتمع سوياً في هذا اليوم التاريخي لتدشين أول كيان رسمي داخل نقابة المحامين يضم كافة السادة محامي الإدارات القانونية، وهو الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية بالدولة بجمهورية مصر العربية. ولكن بداية دعونا نرحب بمعالي النقيب العام الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس الأعلى للاتحاد. وكذلك نرحب بالسادة الأساتذة الأفاضل الأستاذ يحيى التوني الأب الروحي لأعضاء الإدارات القانونية أمين صندوق نقابة المحامين. وكذلك نرحب بالسيد الأستاذ الدكتور أبو بكر ضوة أمين عام مساعد نقابة المحامين. وكما نرحب أشد الترحيب بالسادة الضيوف أعداء مجلس النقابة العامة الأستاذ عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة، الأستاذ كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة، الأستاذ عبد المجيد هارون، الأستاذ عبد الجواد أحمد، الأستاذ سيف حماد. كما نرحب بالأستاذ محمد هيبة والأستاذ أحمد مهنا. كما نتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير والترحيب بالسادة قيادات الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية. ويتشكل الاتحاد العام من السيد رئيس الاتحاد العام والسيد الأمين العام لاتحاد الإدارات القانونية، الأمناء المساعدين للاتحاد العام، السيد رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العام، السادة أعضاء الهيئة الاستشارية للاتحاد العام، السيد المكتب التنفيذي للاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي بالقاهرة والجيزة وجنوب القليوبية، كذلك السادة أمناء المحافظات بالاتحاد العام والأمناء المساعدين بالاتحاد العام والسادة أعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات الاتحاد العام. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذا اليوم التاريخي داخل هذا الصرح العظيم نقابة المحامين برعاية معالي النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامع عاشور، الذي لم يتردد لحظة لاعتماد هذا الكيان، والذي سنده بكل قوة وذلل له جميع العقبات التي واجهته في التأسيس حتى ظهر للنور كأول اتحاد للإدارات القانونية بشكل ومضمون حقيقي قائم على عمل جماعي مؤسسي وفقا للائحة تنفيذية تضبط جميع إجراءات العمل داخل الاتحاد. وكذلك أصبح الاتحاد جزء من المشهد داخل نقابة المحامين يعمل على رعاية مصالح السادة أعضاء الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية. فنحن جميعا نعلم أن من يمثل الإدارات القانونية داخل النقابة العامة هم 3 أعضاء فقط، ونعلم جميعا أن هذا العدد غير كافي لرعاية مصالح أعضاء الإدارات القانونية. فكان هذا الاتحاد امتدادا رسميا داخل النقابة دون التعارض أو المساس باختصاصات السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وتنفيذ وذلك لرعاية وتنفيذ مصالح الزملاء بجميع جمهورية مصر العربية ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم، وكذلك مشاركتهم في جميع المناسبات والعمل على دعم إصدار تعديل قانون الإدارات القانونية، وكذلك إنشاء لجنة للدفاع عن السادة أعضاء الإدارات القانونية، وكذا تنمية مهارات السادة الزملاء من خلال إقامة ندوات ودورات تدريبية خاصة بالإدارات القانونية، وكذا الاهتمام بالشق الاجتماعي للسادة الزملاء ومشاركتهم مناسباته العامة والشخصية، وكذلك الرحلات الترفيهية وكل الندوات العلمية المتخصصة والتثقيفية، وكذا التواصل معهم في شتى المجالات، وذلك من خلال 5 لجان نوعية تشكل داخل الاتحاد بجميع المحافظات: لجنة الدفاع عن محامين الإدارات القانونية، اللجنة الثقافية، اللجنة العلمية، لجنة العلاقات العامة والتواصل، لجنة شؤون الأعضاء. وأتمنى من الله العلي العظيم القدير أن يوفقنا جميعا لرعاية هذا الحلم الذي أصبح اليوم حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وأن نعمل سويا دون كلل أو ملل لإنجاح هذا الاتحاد والسعي الدؤوب لتحقيق أهدافه المشروعة، وذلك بدعم ورعاية النقابة العامة وعلى رأسها معالي النقيب الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. وحتى لا أطيل على حضراتكم، دعوني أتقدم الشكر الجزيل لسيادتكم مرة أخرى، وأتمنى من الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه مصلحة الإدارات القانونية بصفة خاصة ومصلحة المحامين بصفة عامة. وتحيا نقابة محامين مصر، تحيا نقابة محامين مصر، تحيا نقابة محامين مصر.
تحيا الإدارات القانونية، وشكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا اليوم تدشين الاتحاد العام للإدارات القانونية برعاية وفي حضور السيد النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامح عاشور، ويلقي كلمة الهيئة الاستشارية الأستاذ عادل حسين. بنقدمه أنه يقول الكلمة بالنيابة عن الهيئة الاستشارية، فليتفضل. حماة المال العام والحامي والحمى والدرع والسيف للجهاز الإداري بالدولة وهيئتها، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجمع الكريم، أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان. نتقدم لمعالي النقيب العام لمحامين مصر ورئيس الاتحاد العربي المحامين، نتقدم له بخالص الشكر لحمله أمانة المحامين بصفة عامة ومحامو الإدارات القانونية بصفة خاصة، فهو من تحمل وحمل أمال وأحلام وطموحات نقابة محامين مصر بجناحيه، محامو الإدارات القانونية وزملاؤنا حماة العدل والقانون أصحاب المكاتب الحرة. معالي نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامح عاشور، تخلص كلمتي في إيجاز بمناشدة سيادتكم باسمي وباسم جموع محامين الإدارات القانونية. أولا، وعد من سيادتكم لنا بتكرار لقائنا معكم بنفس هذا المستوى وأكثر، سعيا لتحقيق أهداف الاتحاد ومعاونة نقابتنا فيما هو فيه خير المحامين والمحامين. ثانيا، نناشد سيادتكم ونذكركم بأن آمال وطموحات محامو الإدارات القانونية وضعوا هذه الأمانة في يدهم لما عاهدناه فيكم من تفاني وإخلاص وبذل الغالي والنفيس لكل ما يخدم المحامين والمحامات. وفقكم الله وسدد خطاكم وعاشت نقابة المحامين حرة أبية تحمي وتصون الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.